كل سنة وانت طيبة يا كرمة يا بنتي. خير يا حاج، ايه اللي جايبك؟ الا عيب يا كرمة، ما يصحش كده، الراجل في بيتنا. كل جذور والله يا دادة، الحقيقة انا ما عجبنيش الا الشديد القوي. ما تنجز بقى يا حاج وبلاش كهن، عشان الكهن ليه ناسه واحنا اساسه. كهن؟ اه ماشي. الحقيقة يا جماعة الحاجة اليومين دول اعصابها تعبانة جدا. ايوه دي حقيقة، المسكينة دخلت تاخد البابل باث بتاعها. مين؟ البابل باث حضرتك، شاور عشان تركلس مش اكتر. وهي خارجة اتزحلقت من البانيو وقعت على دماغها في وش المرايا. ايه؟ قامت فرشة السنان دخلت في مناخيره، شرمتها نصين، وقع على ظهره. انا كنت في المطبخ بعمل لاتيه بالقرفة، انا سمعت الهبدة من هنا، قلبي والمج وقعوا في رجليا اتكسروا. لقيت واقع في الارض وغرقان في دمه، والدم مالي الارض. شفتها وشطفتها وشلتها، واول ما فتحت عينيها ما قالتش غير كلمه واحده، هاتولي كرمة، هاتولي سلطان، هاتولي كرمة. يا حبيبتي يا حاجه، يا حبيبتي، اه ده دمعتي رهيبه والله العظيم مش قادر. كرمة احنا لازم نحققها امنيتها الاخيره، صح؟ ايوه طبعا. واحنا مالنا احنا؟ عاوزين نضرب معاكي مشوار لحد الهرم عشان نلفحولك على كتافنا. هي دي الرجولة يا سلطان؟ هتسيب ست كبيرة تروح من معسكرنا مكسورة الخطر؟ ما تولع بجاز. جاز؟ ايه القسوة دي؟ بلاش هي، الحج. هتسيب راجل كبير يا سلطان يموت على سريره في عهدك؟ يا شماتة معسكر البنات فينا. اه يا دي الشماتة فيكو. اوه طب اقول لك ايه، روح اسبقي انت واحنا شويه كده ونيجي نحصلك نشوف جوزك البقف ده. بس ما تتاخروش، شايف كرم الاخلاق. انجزي بدل ما غير رايي دلوقتي حالا. بلاش بقى راغي النسوان ده، الراجل وافق. انا كان قصدي الحقيقه يا جماعه، انا كنت عارف ان مش هطول عليكم. على العموم انا هقوم دلوقتي، بس ارجوكم ما تتاخروش. استاذنك عشان بس بتمطر بره. يا حاج، حاجة هم راحوا فين؟ بقول لك يا نوح، انا قلبي مش مستريح، انا شاكك ان الولاية الرشانة دي عاملة نمرة مع النسوان علينا. او يكونوا عاملين فينا مقلب؟ انا من ساعه ما شفت الحاج ده وانا شاكك انه حفيد رامز جلال. حاجه يا حاجه، ايه ده؟ انت ايه يا بنت اللي جابك هنا؟ صباح ده لو اتمد في وشي تاني هقطعه لك. كرمة ازاي الخنجر كرمة؟ ايوه اسمعي كلام الدبدوب بتاعك بدل ما اعمل الخرم تالت في مناخيرك. كرمة ازاي الخنجر؟ احنا لازم نعمل مور كنترول على اعصابنا، وبعدين احنا مش متفقين ما بنقتلش حيوانات. احنا بقى بنقتل حيوانات. انا جاي لك وناويها بظبط، وقاتل على الباب بخبط. هتعمل لي ايه؟ ما انا عملت خلاص. معلش يا اصل انا كنت باخد دش انا وماي هازبند. ليله الخميس بقى عقبالك. انتوا ناويين تعملوا ايه؟ انا اسف يا اولاد، اسف ان انا كدبت عليكم، بس ما كانش في حل غير كده. انا سلطان، مره زي دي تضحك عليا وتجيبني على ملا وشي؟ مالكيش حق. صحيح يا حاجه، كنت خدتينا معاكي في العربيه بدل المشوار العلقه اللي ضربناه ده. انت تخلص خالص بدل ما روشك بظهر ايدي. انت السبب ان احنا هنا. قلت لك ان سوان كدابين، قعدت تقولي دي زي امك. هاي امك اهي واقفه بلبوس وعلى وشها بابا غنوك. يا سلام، ده على اساس ان الرجاله مش كدابين؟ ما الحاج زفت اهو كدب علينا وقال ان الحاجه تعبانه. مذكر ده ولا مش مذكر؟ ما تنرفزيش نفسك يا كرمة، انت تور يا حاج. يا ابني عيب كده بقى، انا زي ابوك. انا قصدي برج التور، لان التور كداب وزباله ودؤوب جدا في شغله. الحقيقه انا برج التور، سيبك موضوع كداب وزباله، انا فعلا دؤوب مش واخد بالك ولا ايه؟ على ابوه يا ولاد، دي تعتبر كدبه بيضه. سيبنا بقى من كل الكلام ده. جايز كاموز مي، كاموز مي جايز، فولو مي.